53 دقيقة نهاركم فلو ياسمين، نكملوا حصتنا ديما بالمؤشرات الاقتصادية لبلادنا لليوم. مينوت ايكونوميك. البورصة اللي نبداوها كالعادة، شوفوا أنه الأسبوع اللي تعدى اللي فما تعثر كبير للمؤشرين الرئيسيين، ونجح خلالها في التدارك خلال الأسبوع اللي آخر أسبوع اللي تعدى بفضل الأداء الطيب للمؤشرات القطاعية للبنوك والتأمين. أنهى المؤشر الرئيسي تشون اندكس الأسبوع الفارط ب 7234.317 نقطة بارتفاع نسبة 0.26%، كما سجل مؤشر تشون اندكس 20 صعود ب 0.67% في مستوى 3264.55 نقطة. بالتوازي مع هذا الأسبوع شد نمو ملحوظ لمستوى النشاط، بحيث بلغ حجم التداول بسوق الأسهم بتسعيرة البورصة 61.5 مليون دينار اثر تداول 7.3 مليون دينار سهم. بالنسبة للصعود الهام لأسهم كل من بولينا والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وشركة تونسية للبنك، وتراجع ملموس ب 16.5% لأسهم كارتاج للإسمنت. مينوت ايكونوميك. اسعار العمله: لورو ب 3467، الدولار الامريكي ب 3025، الدينار الجزائري ب 0.255 دينار، والدرهم المغربي ب 3165. سعر برميل النفط ب 62.43 دولار، ونسبه الفائده في السوق النقديه 7.24%. ايام التوريد 85 يوم بقيمه 14167 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينه 1076 مليون دينار، وحجم إعادة التمويل 16519 مليون دينار. مينوت ايكونوميك. رقم اليوم اللي اخترناه 1600 هو عدد المؤسسات الصناعية العاملة في قطاع النسيج حاليا، اللي توفر 160 ألف موطن شغل في مختلف المواقع، حسب ما أعلنه حسني بوفدان رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس خلال المؤتمر السنوي الأول للجامعة المنعقد مؤخرا في سوسة. ويقول أن القطاع خرج من الأزمة اللي مر بها، وأن هنالك مؤسسات بصدد تحقيق أرقام قياسية وأخرى لا تزال تواجه صعوبات. موضح وأنه تم وضع مخطط لإنعاش القطاع بالاشتراك مع مجلس الشؤون الاقتصادية التابعة للحكومة، ويمتد بين سنة 2019 إلى سنة 2023. مينوت ايكونوميك. انزلاق مهول يعرف سعر صرف الدينار منذ بداية السنة اللي تعدت، مثلا خلال الثلاث أسابيع الأولى من شهر جانفي 2019 انزلاق الدينار ب 2.5 مليم يوميا مقابل اليورو، فيما تسارع هذا الانزلاق ب 5 مليمات يوميا مقابل نفس العملة خلال الأسبوع الأخير من الشهر لينهار سعر صرف الدينار مقابل العملة الأوروبية مع نهاية الشهر حوالي 3.47 أورو. وانزلاق الدينار اعتبروا الخبراء بمثابة انزلاق الاقتصاد الوطني نحو المجهول، ويطالبوا تقريبا كل الخبراء الحكومة بالقيام بإصلاحات عاجلة، على اعتبار أن صرف دينار يعكس الوجه الحقيقي للاقتصاد، وانخفاضه بنسبة عالية يعكس وما تعانيه بلادنا من أزمة اقتصادية وفقدان السيادة الوطنية للارتباط الوثيق لاقتصادنا الوطني بالمؤسسات المالية والدول المانحة. مينوت ايكونوميك. ارتفاع عدد السياح اللي زاروا تونس خلال جانفي ب 25%. وزير السياحة والصناعات التقليدية يقول وأنه مرجح وأنه الارتفاع هذايا أول الأرقام هذه ماشية وتزيد إن شاء الله في الأيامات القليلة القادمة، فإن شاء الله موسم ناجح لبلادنا في السياحة. مينوت ايكونوميك. هكا كملنا أخبار اقتصادنا لليوم، ومنها نكملوا حصتنا سارة. شكرا لك. شكرا لك، وإن شاء الله كل عام وانت حبيبة بخير مرة أخرى، وإن شاء الله يا ربي يعطيك الخير يعطيك المحبة بتاع الدنيا الكل. محمد هيا ذي باش نهديوها لك مالا على الأنغام هذيا. خليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة. نتلقاو غدوة الحي سنة وسويعة موسيقى تعمل 66 كيف بعدها موجة تصبيح كالعادة صحرورة اللي جيكم هي وكادوات بيان ايفيدامون مع فتحية. نتلقاو إن شاء الله غدوة الحي، دمتم في أمان الله.